الست مخلوق جميل رقيق وحساس، وزي ما في أغلب الوقت بتكتفي بكلمة حلوة، ده لو لقيتها أحياناً الكلام بس بيبقى خلاص مش كفاية، وبتحتاج تطلع بقى من المرحلة دي وتخش في مرحلة الأفعال، والمرحلة دي بتوضب لها وتزبط لها، بيبقى ما عندهاش أي استعداد حاجة تبوظها. مش ستناتي قوي اللي بتعمليه ده؟ امسكي أعصابك يا أنوج، مش عايزين حاجة تبوظها. ليه بس يا حبيبي؟ هي الست لما تتوضب لجوزها وتهتم بنفسها يبقى مشهد ستناتي وقديم. أنا عارفة أنك ملكش في الأبيض وأسود وبتحب الأكشن، صلي على النبي يا انجي، صلي على النبي. هما العيال ناموا من بدري؟ بس في صوت بره، انت متاكده ان العيال ناموا؟ وبياكلوا رز مع الملايكه. ايوه بس يمكن ده يكون صوت ام عليش. ليش هي كمان نامت وبتغسل الاطباق اللي كانوا فيها العيال الرص مع الملايكه؟ لا بس انا متاكده حبيبتي. تعالي كده اسمعي، في صوت بره، تلاقي فار ولا حاجه. علي ركز معايا، خلي كل حواسك معايا حبيبي. لا بقى ما ينفعش اسيب فار في البيت، انا راجل البيت ده. ما تقومي تشوفي في ايه بره، شوفي الفار ده وحياه ولادك يا شيخ. طب علي حبيبي قومي، روحي قوم شوف في ايه بره. يلا يلا، وانا هستناك. ما انا عارفه اقوم، انا ارجع الاقيك في سابع نوم. قوم يا علي، قوم اطمن. لا بس انا مش هستريح غير لما تقوم انت حبيبتي. ودي تيجي برضو معايا راجل البيت، سبعي ايقونه الشجاعه واقوم انا. قوم يا علي. ايوه انا ايقونه الشجاعه، انا هقوم انا ايقونه الشجاعه. اللهم لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعفو عنا. ربنا يهديك يا شيخ. ما نشوف آخرة الحجج الفارغة دي. أيقونة الشجاعة. علي سبعي، علي علي، انت عملت فيه ايه يا منيل؟ عملت فيه ايه عليش؟ والله يا ست انشي، واقسم في دين الله ما عملت فيه حاجه. انا قاعد في المطبخ اللي بقول عليا كده، سمعت صوت بره كده، صوت رجلين وحاجات عماله تقرب، فدماغي اتزولت يعني. اخلص. فبفتح باب المطبخ، ساعتك عارفه ان باب المطبخ بتاعكم بيفتح لبره. بفتح الباب، في نفس ذات الثانيه كان الباسا جاي، مش عارف واخد سبرنت بقى ولا ايه، راح واخد الباب قدن ما طرقت. انا اتكوع كده مع رابس. خص عليك يا علي، تاخد الباب حضن ما طرقت وانا قاعده مستنياك جوه. وانت يا حباب انت دخلت ازاي؟ دخلت البيت ازاي؟ انا ست كل جيت اسال على امي، خبطت فتحوا لي الاولاد، يعني ولاد سعادتك ولاد البيت، فقلت لهم امي فين؟ قالوا لي ادخل، فضل ودخلوني. اخلص يعني ليش انت هتحكي لي قصه حياتك؟ طيب شيل معايا البيت، خلوا جوه الاوضه. نعم يا ست كل اموري. دخل البيت جوه اوضه النوم، في ايه عليش؟ لا بص يا ست كل، نشيل ايه؟ صلاه على النبي كده، صلاه على النبي. انا ممكن اشيل معاكي دولاب ماشي، تلاجة زي بعضه، بوتاجاز ما يدرش، انما بالصلاة على النبي كده الباشا ده ما يشالش، ده عايز كوريكت مساحة عشان يترفع. كوريكت مساحة؟ طب وبعدين يا علاش؟ نجيبه منين كوريكت مساحة ده دلوقتي؟ نجيب كوريكت مساح منين؟ نجيب كوريكت مساحة ايدك. طب بص يا ست كل، انا عندي اقتراح. ايه رأيك ندحرج الباشا كده لحد السرير زي الكرة الكفر كده، زي انبوبة البوتاجاز بالصلاة على النبي؟ إلهي دحرجوك على المورستان يا بعيد. فزي عليه، شيل معايا البيت. فز. حاضر. قومي يا باشا. قومي يا حبيبي. قومي يا باشا. قومي يا حبيبي. كرتونة الشجاعة. أيقونة الشجاعة، أيقونة. أنا مش فاهم كلام كريم. شيلي عليه. أنا بشيل كله. الدنيا بتلف بيا زي المرجيحة. ما هي الدنيا سهل مرجيحة باشا، يوم تحت وفوق. اخلص. بص مين الحيوان ده؟
عيب يا علي، الحيوان ده قصدي عليش هو اللي جابك لحد هنا لما اتخبطت وقعت بره، هو اللي خبطك وبوظ كل حاجة. هو اللي خبطني؟ حبيبي عليش، حبيبي اخويا، حبيبي عليش، حبيبي يا ابني، انت اللي جبتني هنا وانت اللي خبطتني، كتر خيرك يا ابني، اتفضل اقعد. ايه اتفضل يقعد، ايه انت كمان ما صدقت؟ هو ده وقته يا علي؟ وانت ايه اللي جابك دلوقتي عليش؟ كنت بتهبب ايه في المطبخ؟ ما انا قلت لك يا ست الناس انا جيت بالليل كده على الساعه 10 اسال على امي، يعني الواد فتحوا لي قالوا لي دي نايمه ودخلوني يعني وجابوا لي لقمه كلها كده، جابوا له اكل. جابوا لك اكل منين؟ احنا ما طبخناش النهارده اصلا، وبعتنا جبنا كشري. لا ما الاستاذ سولي طلب لي وجبه من هابي ميل عشان كان عايز يجمع سلاحف النينجا. بيت سلاحف النينجا راحت عليا نومه باين بعدها ولا ايه مش عارف، صحيت على الصوب بره المطبخ فبفتح الباب يعني زي ما حضرتك عارفه بقى حصل اللي حصل والبازا وقع، بس اللهم صل على النبي على الواقعه. بس انا لو حكم احسبها لك بلانتي. انا متشكر قوي عليش انك انت شلتني وجبتني هنا. يا سلام، شالك لوحده اظن. ماشي عليش، متشكرين، اتكل على الله انت، ولما الست الوالده تقوم هقول لها ان انت جيت وسالت عليها. طب والنبي يا ست انش يعني لو ما فيهاش رزاله يعني انا بس مسمحك والنبي بس ما اسمحك، يا بتسول اليك يعني بتوس والنبي بات هنا للصبح تاني هنا الساعه 2 بالليل دلوقتي مدام انشي، ولو رحت الحته دلوقتي مش هلاقي تكاتك والعيال بتبقى على نفس الحاره وبتثبتني والحكومه دلوقتي كمان في كل حته في الدنيا ولا انا ما يرضنيش ان الولد يتثبت. بص علي شيء، انت تبات هنا جنب الاوضه على طول في الصاله، واخد بالك؟ في الصاله هنا جنب الاوضه. وايه علي اللي بات في الصاله؟ ايه ده؟ لا ما اللي بات فين؟ خلاص حبيته في المطبخ. لا المطبخ ساعة على الولد يا حنين. خلاص تعالى حبيتك في اوضه الغسيل وهقفل عليه بالمفتاح يا علي. مفتاح مين يا ست كولو؟ لما احب اعمل زي الناس. عندك ازايز كتير جوه، اتصرف. ما اتكلمش على الشرب انا والميه والعطش. فين دين النهارده؟ تعسيفه ليه؟ انصر دينك عليش، لا تتهدي بقى. وطبعا علي عمل لي فيها نايم، ما هي جات له على الطبطاب. علي يا لولو، علي انت نمت؟ يعني سؤالين في منتهى الحماقة، لما اكون جاي من بره وتقولي لي انت جيت، او لما اكون نايم كده وتقولي انت نمت. عايزين ارد عليك اقول لك ايه يا حبيبتي؟ ايوه مثلا. لا يا حبيبي مش قصدي، يعني قصدي يعني لو ما كنتش رحت في النوم قوي قوم اقعد معايا شويه. ده روحت في النوم والحلم كان هيبدا خلاص. علي بطل رزاله يا علي، قوم اقعد معايا شويه. امال انا اتزوقت وحطيت مكياج لمين يعني؟ بطلي انت بقى يا حبيبتي سائله، وعرف ان في واحد غريب قاعد معانا في البيت، وبطلي تحرش. ها تحرشوا بيك في مولد يا بعيد انت وعليش في ساعه واحده. طيب يا علي نام نام يا ابو الرجال نام. وهات بقى، هي ساعة الحظ كده، يا تلحقيها يا تبقى تحرش، وعلى رأي المثل ساعة تروح وساعة تيجي. راحت اتخري علي.